مدينة أضرار تحضيرات عادية أو كتالي قبيل عفوا ساعات فقط من الانطلاق الرسمي لفعاليات طبعا رافعة لتظاهرة الجزائر في أحضان صحرائها، والتي تتضمن نشاطات ثقافية ورياضية متنوعة. منا يعني هذه المبادرة تتعمم على كامل التراب الوطني، لأن هذه فايدة الشباب به يتنفس عن مكنوناته. نتمنى يعني هذه ثاني تقرب بين الشباب تاع 48 ولاية، باسكو كان معسكر هنا نيجينا. هذه الطبعة تتزامن مع العطلة الشتوية، يعني خصصنا فضاء للأطفال اللي يعني راك كيما راك تشوف راهم متوافدين على هذه القرية الترفيهية للعائلات أيضا. ومن جهة أخرى يعني خصصنا لأنه ما يخفالكش باللي راهم هنا موجودين 1500 شاب وشابة منحدرين من كل ولايات الوطن وحتى الولايات المنتدبة.